بنات اكس مرزوقه عند رسكور مليون واحد قال لي اسوي تحدي القرفه، يلا نستعد للقرف قصدي القرفه. يقولوا استخدمي ملعقه بس بستخدم هذه المغرفه، ما بتفرق معي لاني حاسه التذوق عندي ميته اصلا. ها لا تقولوا كذابه، ها يلا بسم الله. الله ياخذكم من متابعين. شكرا على احبكم يا احلى متابعين في الدنيا. يلا انقلعوا سووا لايك وصبرك سايب القناة. شك شك باي.